هذا البرنامج برعاية مؤسسة وطن التنموية رائدة الأعمال الوطنية في اليمن. مؤسسة وطن التنموية تسعى إلى دعم الجيش الوطني من خلال تسيير القوافل الغذائية والطبية للأبطال المرابطين في مختلف جبهات وميادين الشرف والبطولة، رعاية أسر الشهداء وجرح الجيش الوطني. مؤسسة وطن التنموية معا لدعم الشرعية. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني أبطال خالدون. وعلى الزناد أصابعي فإذا انطلقت فلا أعود. المشاهدون الكرام، تحل علينا الذكرى الثامنة لاستشهاد عميد الشهداء العميد الركن حميد بن حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، والذي نالت منه أيادي الغدر والإرهاب الحوثية الآثمة في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك، بعد أن أسقاهم الموت علقمة من كأس الموت السعاف في الحروب الستة بمحافظة صعدة. فلنتابع وإياكم مشاهدينا الأعزاء هذه المادة وهذه المشاهد. انت لو تقول للحوثي انت على غلط، لا يقول نعم. انت راس الحرب وانت المشكله وانت اللي لا اسمع شخص وانت لا يمكن، احنا نقول انت على غلط. طيب انت بتعدي على الناس. نعم. انت تشتي سلطه بقوه السلاح، تشتي مشاركه بالدوله بالرصاص. انت لا تشتي صندوق، لا تشتي مخرجات حوار. احنا نقول هكذا هو يطير عقله. في ذكرى استشهاده الثامنه ستظل هذه الكلمات شاهدة للتاريخ بمصداقيتها، لا يمكن لغبار التاريخ أن يطفو عليها ولا للأجيال نسيانها. قالها العميد القائد حميد بن حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، فكان من الصادقين. وحين قالها كان يعرف حق المعرفة هذه الجماعة التي كانت يومها تحاصر مدينة عمران بفكي كماشة من جهاتها الأربع بمبررات واهية كاذبة. وكان حينها شوارع المدينة يجوبها شباب من شتى محافظات الجمهورية يحملون رايات السلام ويهتفون به. لقد سئمنا القتل، لقد سئمنا الدمار، علينا أن نستبدل البندقية بالقلم، علينا أن نستبدل القنبلة بحمامة سلام، هذه هي رسالتنا. لكن عند من؟ عند قوم ليس في قاموسهم سلام. الشهيد القائد عميد الشهداء لم يكن ذلك القائد الذي يفرط بقسمه العسكري ويخون شرف جمهوريته ومبادئها، لذلك أقسم أن لا يدخل الحوثي مدينة عمران إلا على جسده، فأوفى بقسمه. وحلت جسده الطاهر 74 طلقة من فوهة الحقد والكراهية له، فالرجل لطالما قارع الجماعة في الحروب الستة بصعدة. حميد هذا صداك اليوم أغنية، فمسح الدمع عن خديك والنصبا، لو كان للعز بيت أنت صاحبه وكنت رايته والاسم واللقبا، من جاء بعدك يبغيه فليس له إلا الذي منك يستجدي، وما أبا الزبير أنا شعب بعيني
تذكر بشيء في ذلك القائد في قاوم الحوثيين 6 شهور وحده. حميد بشيء في ذلك القائد في قاوم الحوثيين 6 شهور وحده. 6 شهور وشيء بعده صامت ولا تزحزح قدهم كلهم ضده. الكل حوثي على فاسد على حاقد جلسوا سنه يحشدوا ويعدوا العده لكنه ظل بيناظر وبيجاهد ولا تراجع قدم لا هو ولا جنده. اسقى عدو البلاد الحال والبالي وكل ما جاهد هو المعتدي صده. قد كان عبد الملك في يومها شال الدوله وصارت تيجي توفد لا عنده. هذا الكلام الصحيح والمكدشي شاهد وكان حاضره جنبه بذل جهده. كله يقول لك حميد الاخ والوالد حميد هو القائد اللي ما حدا قده. العميد حميد بن حميد القشيبي لطالما حذر القيادة السياسية من جماعة جادت فن نبذ العهود مرارا وتكرارا، لكنهم لم يكونوا حينها يحب الناصحين، فحلت القارعة بدار الوطن والجمهورية. اشتراك متحكم من عبر القمة منظور موقع ومخطوب بهذا مرأس الجمهورية المحكم اللي معكم بقضية الدم نزع حلب هو به الله يعينه نزع حلب وتحمل المقون الله يعينه نشتي من الرقم تحقيق تمام مختم بهدمه انه محكم للمظاهرين في حمران. وحينما نتحدث عن القائد العميد فلا بد من ذكر بعض المحطات التي مر بها وعشناها معا، فتكريما لوقوفه المشرف الوطني مع ثورة الشباب 2011 كان لابد من ائتلاف شباب اليمن من تكريم العميد بدرع الوفاء للقادة الشرفاء في مقر قيادة اللواء 310 مدرع. عمران كنا عملوا ضابر مسير في المدينة خلنا نعم. ضابر مسير في شوارع المدينة من المواطنين على الشهور لهذا جيش نظامي مدرب مؤهل يمكن من أحدث الألوية في القوات المسلحة ولقد كان للقائد حزم وقيادة فذة للواء 310 وتربية أفراده على مبادئ الجمهورية وحب الوطن والتضحية من أجله، وهذا ما مثل عائقا في طريق مشروع الإماميون الجدد. وكذلك المنطقة العسكرية السادسة وزارة الدفاع، وكما عودتونا وعودتوا الشعب اليمني في مواقف كثيرة وفي محطات مختلفة بأنكم أهل لهذه المواقف ومواقفكم مشرفة دائما، وإن شاء الله في هذا الموقف موقف نصر ولا نحتج. كان حصل مشكلة أمس، هذه مشكلة بسيطة والحروب جولات جولة وراء جولة، وإن شاء الله أنتم منتصرين وبوجود الأحقاد المنطقة واطلاعه على ما نعاني من بعض النواقص إن شاء الله ملبح، وكل واحد بياخذ حقه كاملا، وأي نواقص إن شاء الله بتوصلنا في القريب العاجل. ونشكره على تجشم مشاكل الطريق وزيارته للواء، وهذه مناسبة نعتز بها، وإن شاء الله في المستقبل ما يسمع وما تسمع القيادة عنكم إلا كل خير والنصر المؤذر، وشكرا لكم.
فالقشيبي الذي يتكئ على عكازته كان سدا منيعا في طريق الجماعة القادمة من شمال المحافظة المؤازرة بلجنات وساطة تقوت تحتها وأسهمت في إسقاط المحافظة. وخلفوا الشعب مشروقا وما سألوا هل مات مكتئبا أو عاش مضطربا. حميد هذا صداك اليوم أغنية فمسح الدمع عن خديك والنصبا. لو كان للعز بيت أنت صاحبه وكنت غايته والاسم واللقبا. من جاء بعدك يبليه فليس له إلا الذي منك يستجدي وما طلبا. لنا بقحطان أبطال وكوكبة نال الشهادة نعم القادة النجبا. وأنت لا شك في الدارين قائدهم ما أعظم الجار والأصحاب والصحبا. أبا الزبير أبا الزبير أنا شعب بقافية وأنت ثورته الكبرى إذا غضبا. ما بت فينا وما مات الهوى أبدا ما غاب طيفك في الآفاق أو غربا. ما زال ذكرك في الأكوان تعذفه شبابة في فم الدنيا وريح صبا أنشودة لم تزل فينا نرددها ونرشد السهل والمضيان. الشهيد القائد العميد الركن حميد القشيبي رحمه الله أكشام وجميع الشهداء الأبطال الذي ما عرفناه إلا بطلا مناضلا جمهوريا حرا أبى أن يخضع حين توارى غيره وحين اختفى الكثير من الناس عن الأنظار. أبى إلا أن يكون عمود الجمهورية بعكازه الذي كان يتوكأ عليها وكانت ترهب الأعداء صغيرهم وكبيرهم الذي في الداخل والذي في الخارج من كان ظاهرا ومن كان مختفيا وعملاءهم وخلاياهم. الشهيد القائد حميد القشيبي لا أظن أن هنالك في اليمن من أقصى إلى أقصى من لم يسمع أو لم يعرف عن حميد القشيبي رحمة الله عليه. حميد القشيبي عرفه الكثير سواء من خلال نضاله أو من خلال ما سمعوا عنه. قاتل الهوثي من بداية الحروب وكان له الشرف ولنا اليوم نحن الشرف أن نحضر في ذكره أن كان هو من وصل ودخل إلى بيت حسين بدر الدين الهوثي وكان من أوائل الناس الذين قضوا وسعوا إلى وادي تلك الفتنة في أولها ولذلك حقدوا عليه وتآمر عليه من كان في الداخل والخارج لأنهم رأوا فيه مشروعاً جمهورياً حراً يأبى الخضوع ويأبى أن تعود الملكية والإمامة ولذلك سعوا نحو القضاء عليه. ولكن اليوم من يذكر أولئك؟ بعضهم قد لحق به لكنه لحق به ذليلاً خسيساً خانعاً. ذكر الشهيد في معركة عنبر كان منتصر ودخل
معالي الفولاذي وايضا المعنوية ترحمي، حرام لو وقت جميع الكون هذا ضد الامام، تضيحهم بالامام في يمنا من جديد. رحل القائد العميد القشيبي مجللا مهابا، وطنيا جمهوريا، مكفن بشرف وطنيته وجنديته، لكن مآثره ومواقفه الخالدة محفورة في ذكرى العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب، بل محفورة في ذاكرة لا يمسها غبار النسيان وصدأ الحرمان. وما ماتت ذكراك قائدنا الفذ صاحب النخوة والشرف العسكري، ما دمت أحييت باستشهادك أحرارا، وابتعثت بروحك الطاهرة رجالا أبطالا. فثمة قشيبيون جدد يمضون على خطاك، مجددون عهدك في كل الظروف، فنم قرير العين مهابا، فربك واسع المغفرة، ولك من مغفرته ورحمته نصيبا موفورا، والعاقبة للمتقين. يدي سلاحي يوم زاد الباطلي، واليوم في الميدان في روس الجبال الشاهقات، قاسي ومتحدي شديد البأس، عالي معتري من نهم، يا عمران برسل لك سلامي بالمئات. أفواج بانأتيك من كل المحاور ندخلي، ونلم شمل الشعب من بعد التفكك والشتات، ويد ماء الطاهرة في دربكم بان عملي، والعهد باقي دام عد به في شراييني حياة. ما بان خون العهد أي والله أو نتنازلي، حق القشيبي بان جيبه من خشوم القاذفات، نمضي قشيبيون نشعلها عليهم صلصلي، من كل موقع تحرقه وتشل قلبه والرياد، والعدل با يمضي، ومنه قد قتل با يقتلي، هذا بياني وانشروه اليوم بالعشر اللغات. يا أرض حمير رحبي بالجيش، قوم استقبلي وارحمي للناس ذي ماتوا ليهدوك الحياة. وعلى الثبات أصابعي، فإذا انطلقت فلا أعود. المشاهدون الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية مطاف حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الرمضاني أبطال خالدون. بعد أن رأينا قشيبيون جدد يجددون العهد ويمضون على درب القشيبي، وإلى حلقة جديدة وبطل من أبطال جمهوريتنا الخالدين، نلقاكم في رعاية الله وحفظه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة وطن التنموية، رائدة الأعمال الوطنية في اليمن. مؤسسة وطن التنموية تسعى إلى دعم الجيش الوطني من خلال تسيير القوافل الغذائية والطبية للأبطال المرابطين في مختلف جبهات وميادين الشرف والبطولة، رعاية أسر الشهداء وجرح الجيش الوطني. مؤسسة وطن التنموية، معا لدعم الشرعية. على دربك يا ابن الشتالي.